هنا جهاز سكانر التابع للمؤسسة الاستشفائية محاد بن بالقاسم بالجلفة، لكنه هيكل بدون روح ومعطل منذ سنوات، ورحلة البحث عن سكانر متواصلة من قبل المرضى. مشكلة تاع سكانر هنا في الجلفة، هنا عاد تروح للسبيطار كيما هيك يقول لك روح لبريفي كذا شوية روك الخدمة هنايا. راه كاين راه متوفر نفس بيطار الكبير، كي تروح دير سكانر يقول لك اخرج برا البريفي. حابين نفهموا القضية هذه واش راهم يقصدوا بها. يضطر سكان الجلفة للتوجه نحو الخواص رغم التكاليف الباهظة، فجهاز سكانر أصبح ضروري لصحة المواطن. ما قدرتش على هذه تاع مليون ومليون ونص ديرها لبر وروح هاك وروح هاك. دوك ما فهمناش اسكو ما كانش الناس خدامة، اسكو الناس الجلفة ما شتيهاش ما جوش طب، انا ما فهمتش المشكل وين، اسكو تواطؤ مع البريفي. مدير المؤسسة الاستشفائية كان هذا رده بخصوص تعطل جهاز سكانر. نظرا لتجاوز الجهاز الموجود حاليا بالمستشفى تجاوزه الزمن، ومن القديم يعني عنده سنوات من اللي بدا يخدم خلاص تجاوزه الزمن، في الوقت الحالي نحن نستغل جهاز سكانر الموجود في مستشفى يوجد بجانب مستشفانا ألا وهو مستشفى الأم والطفل. إن وجد جهاز سكانر غاب الطبيب المختص، والعكس فحال قطاع الصحة بالجلفة يحتاج للتشريح لاستئصال الداء الذي نخر جسد قطاع الصحة.